الراديو 90 90 هواها مصري. وما ينفعش بقى ما اتكلمش عن حرب كرموز. في كلام احنا عرفناه ان حضرتك وقت تصوير كلبش 2 طلبت من امير كرارة وبيتر ميمي ان حضرتك تشاركهم في فيلم حرب كرموز، فعلا ده كان بناء على طلب حضرتك؟ اه بس كان تلميح منهم، يعني لو في مشهد قلت له هعمل اي حاجه، لو مشهد هاجي اعمل مشهد. طب ايه اللي خلى حضرتك توافق بكده؟ يعني كان ممكن يبقى دور اكبر، ليه حضرتك كنت نفسك تطلع في العمل ده حتى لو مشهد او مشهدين او دور صغير؟ انا في كيمياء بيني وبين امير حاببها قوي، والكيمياء دي مش شرط يبقى انا وهو فيس تو فيس كده يعني، بس في العمل نفسه كده انا بحب الروح بتاعه الشغل بتاعه امير. وبيتر من الناس اللي فهموني قوي، يعني عارف انه هيخرج مني حاجة مدهشة، يعني حاجة انا هتبسط منها لما هشوفها يعني. ومحمد سبكي يومها قال لهم هتجيبوا البزاوي وهتعرفوا تجيبوه، يا جماعة ده هيعمل لي مشاكل، ده هيكلمني مش عارف ايه. رحت قلت له انا جاي لك ببلاش، اوعى تفكر في حاجة. قال لي انت جامد جدا طول عمرك وراجل عظيم وجميل وانا بحبك واحترمك جدا يعني. قلت له تمام، وصورنا المشهد وتمام يعني الحمد لله. طبعا واسعدتنا كمان. حضرتك شايف بقى ازاي التطور اللي امير فيه الكذا سنة اللي فات؟ امير خطواته بقت محسوبة جدا، ثابتة، عامل لنفسه فريم جديد، خرج من جلده. حضرتك شايف ده ازاي؟ بصي هقول لك على حاجة، امير عنده كاريزمة نجم، وفي فرق بين النجم وبين الممثل. أمير كان نجم، دلوقتي بقى النجم الممثل، بعد كلبش 1 و2 بقى النجم الممثل، وده قليل قوي انك تلاقيه. يعني النجم انت ممكن تبيعي بيه مجرد اسمه والناس بتحبه وخلاص يعني، ويشيل اي مسلسل وحاجات كده. أمير وصل للمرحلتين يعني. أمير شخص بسيط جدا، ما بيجهدش نفسه في الأبعاد قوي وفي الحاجات دي، هو شخص بسيط وبيشوف الشخصية ببساطة زي المتفرج. ويمكن عشان كده لما بيجي يختار أو بيتعرض عليه حاجة بيعرف يختار الحاجة القريبة من المتفرج، مش لأنه عاوز يعملها يعني، هو بيعمل اللي يناسبه فعلا بس القريب من المتفرج، اللي يعرف يحرك حاجة أو يحرك المتفرج معاه يعني. إيه ان هو مركز شويه الفتره دي في الاكشن بزياده، وان ده ممكن يكون غلط ليه، لازم يبدا يعمل تنوع شويه. حيك مع ده ولا لا؟ لو تنصحه انت تنصحه؟ لا يعمل كل حاجه، هو امير اثبت جداره في انه يمثل بجد وانه يعمل اكشن، وامير شاطر، امير شاطر جدا. انا لو بنصحه بانه الحمل بقى عليه جامد جدا والمسؤوليه بقت عليه جامده جدا، يا ريت شويه تركيز بس انما امير هيفوت في الحديد ان شاء الله. ان شاء الله عايزين بقى نمسك الخشب يعني. حرب كرموز حي كنت فيه كان رقم 1، العيد اللي بعديه البدله رقم 1، بقى بيتقال ان الفنان الكبير محمود البزاوي ده تميم، يعني تميمه الحظ بتاعت الافلام. حضرتك تحليقك على ده؟ لسه المنتج اللي هو وليد منصور، دول كانوا مع وليد منصور. لا كرموز ما كان مع محمد السبكي، وليد منصور كان البدله. وليد منصور بيعمل فيلم دلوقتي اسمه كازا بلانكا الامير كرار، اخراج بيتر مين. تقريبا ما فيش يعني الورق اللي جالهم ما فيش شخصيه يعني البزاوي، او هم عاملين مشكله مع بعض علشان عايزين بزاوي لانه بقى تميمه بالنسبه لهم وحاجات بالشكل. قلت لهم يا جماعه انا مش هشتغل كده، انا مش هينفع اشتغل كده. فقالوا لا ازاي وبتاع، وقلت طيب اعملوا اللي انتوا عاوزينه. الحمد لله، يمكن ده بركه دعاء الوالدين يعني، والحمد لله طبعا. طيب ساعه حرب كرموز لما نزل الناس كلها قالت ده وقت مونديال وكاس العالم، والناس بقى كلها ما حدش هينزل يتفرج على حاجه في السينما، دي ما حضرتك ما كنتش قلقان منها؟ لا خالص، لان كمان في انت نازله كنت في عيد، وامير كان خلاص كلبش يعني علي مع الناس جدا، وفكره ان خلاص كلبش خلص، لا ده امير في حته تانية يا جماعه في السينما، تعالوا نروح نشوفه، في متفرجين للسينما. وتقريبا ما اثرتش جامد يعني، بالعكس دي جت في الصالح يعني.
اللي اتفرجوا على الفيلم كانوا مش مصدقين ان ده انتاج السبكي. احنا متعودين على الافلام اللي هي بتاعت العيد اللي هي فيها رقص وضحك وكده. حضرتك شفت ده الناس تقبلته ازاي؟ لا هقول لك على حاجه في محمد السبكي عظيمه جدا. الراجل ده من اهم المنتجين دلوقتي لسبب، هو بيهتم جدا بالصوره. يعني هاتي مخرج هو يثق فيه ويكون مقتنع بالمخرج ده، هيقول له عايز اكسر عربيتين، هيقول له ما نخليهم 8، مش ما نخليهم 3، ما نخليهم 8. يقول له عايز اطلع افجر مش عارف ايه واعمل ايه ونطير في السماء وبتاع وحاجات بالشكل ده، هو عن قناعه بان المخرج عارف بيعمل ايه كويس جدا، يقول له طب ليه ما نجيبش طيارتين ونعمل مش عارف ايه ونطير كذا ونطير كذا، يقول له دي تكاليف، يقول له انت مالك، ما ده في الصوره. السبكي من المنتجين اللي بيمشوا يلموا الورق من اللوكيشن والحاجات والحاجات دي كلها. بيحب شغله قوي، بيخاف على شغله قوي، ويمكن ده بان اكتر في كرموز. يعني بيتقال دلوقتي ان ذوق الجمهور اختلف. الاول كان لازم في العيد نتفرج على الافلام اللي كلها كوميدي 100% وكلها ضحك ورقص وحاجات كده الوان كتير قوي. هل فعلا حضرتك شايف ان زمن افلام الرقص والمهرجانات والاغاني والكلام ده راح وبدا الجمهور شويه يبقى عايز افلام كاتيجري تاني؟ هو عاده كل يعني السينما بتمر بمراحل كده، تنام شويه وبعدين تصحى وبعدين تريح شويه وبعدين تصحى. النقلات دايما بتبقى الافلام اللي من النوع ده، النقلات ما بين الصعود بتاع السينما وهبوطها بتبقى الافلام اللي من النوعيه دي. بتبقى رخيصه، الصناعه بتبقى شغاله وبتجيب فلوس على مستوى الاستهلاك يعني وحاجات بالشكل ده. انما طول عمر فيه، يعني في التسعينات كان في نوعيه الافلام دي، كان في الثمانينات كان في نوعيه الافلام دي، وما بتغلبش الفيلم الحقيقي، ما بتغلبش الفيلم اللي بجد. يعني كان هتكتشف ان في وجود جراند اوتيل وفي وجود فيلم كان فيلم هبتة والحاجه، كان موجود افلام المهرجانات والحاجات دي كلها، جراند اوتيل في الفيديو وهبتة في السينما. يعني في مستويات، في حاجات كويسه جدا، وفي كل صناعه على مستوى العالم في السينما وفي الفيديو وفي الحاجات دي في الحاجات الاستهلاكيه اللي من النوع ده. يعني احنا بقى هنسميها مهرجانات، هنسميها افلام الرقص والغنى وبتاع وحاجات بالشكل ده، احنا جمهورنا استهلاكه عامل كده.